هاتفيا ينضم إلينا الدكتور عماد الأزرق، رئيس تحرير أو رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث والخبير في الشؤون الأسيوية. برحب بحضرتك دكتور معنا. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. أهلا بحضرتك. إلى أي مدى كانت 30 من يونيو نقطة فاصلة وفارقة في علاقات مصر مع الجانب الأسيوي؟ في الحقيقة العلاقات المصرية الأسيوية شهدت تطور بالغ الأهمية خلال العشر سنوات الأخيرة، تحديدا منذ عام 2013، وذلك في إطار اتجاه مصر القوي لتحديث وتطوير سياستها الخارجية وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية في إطار مفهوم الاتجاه شرقا، من خلال تعزيز علاقاتها مع آسيا بما تمثله آسيا من أهمية كبيرة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا أو حتى أمنيا وعسكريا. بالتأكيد يعني آسيا تمثل دائرة بالغة الأهمية من دوائر السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن المصالح المصرية وتحقيق الأمن القومي المصري، وفي إطار اتساع المجال الحيوي للمصالح المصرية. لذلك العلاقات خلال هذه السنوات العشر الأخيرة شهدت تطور بالغ الأثر، وشهدت تبادل للزيارات بشكل كبير جدا، وشهدت أكبر عدد من الزيارات الرئيس المصري لهذا في هذا الاتجاه للدول الأسيوية، وشهدت الكثير من الجولات للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه السنوات. أبصر أنه لم يمر عام باستثناء طبعا أعوام كورونا، لم يمر عام إلا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة أو جولتين في دول الأسيوية شملت العديد من الدول. مصر تولي اهتمام كبير بهذه الدول، كما قلت أن هذه القارة الأسيوية بتمثل ثقل بشري واقتصادي وتنمو هائل جدا، أكبر كتلة بشرية في العالم هي في آسيا، دولتين فقط الصين والهند تمتلكان أكثر أو يعني يضمان أكثر من حوالي 3 مليار نسمة، اقتصاديات هائلة، أكثر عدد من الدول المشاركة في G20 هي من دول آسيوية، هناك اقتصاديات كبيرة، هناك تعاون اقتصادي كبير ما بين مصر وهذه الدول سواء الصين أو الهند أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو غيرها من الدول. بالتأكيد مصر تحقق إنجازات كبيرة وتفاوضات هائلة في التعاون على المستوى الثنائي أو حتى الجماعي مع هذه الدول. هناك كما نعرف أن هناك رغبة مصرية للانضمام إلى مجموعة البريكس، هناك رغبة مصرية للدخول في تحالفات وتم تحالفات اقتصادية، وتم رفع مستوى العلاقة ما بين مصر والكثير من هذه الدول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما هو الحال مع الصين والهند واليابان. هناك استثمارات صينية ضخمة وتزداد كل عام في مصر سواء في مجال البنية الأساسية أو في مجال التنمية الاقتصادية أو التنمية الصناعية والزراعية، وبالتالي هناك أفق تعاون كبير، هناك تعاون تجاري كبير مع هذه الدول، وأصبح هناك تحقيق نوع من يعني لا نقول التوازن، هناك نوع من التحسن في الميزان التجاري ما بين مصر وهذه الدول، وأصبحت الصادرات المصرية لهذه الدول تشهد تنامي كبير بما يحقق يعني فتح آفاق أكثر للصادرات المصرية إلى الدول الآسيوية، خاصة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية والصادرات من السلع والخدمات المختلفة. وبالتالي الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام بهذه يعني الدول بشكل كبير، وهناك اجتماعات قمة على يعني جانب كبير من الأهمية تعقد بشكل دوري. فمصر يعني في هذا الشهر تنتظر زيارة من الرئيس الهندي، يعني أعتقد يوم 24 يونيو الجلسة يقوم الرئيس الهندي بزيارة مصر في إطار رفع مستوى العلاقات ما بين الجانبين إلى العلاقة الاستراتيجية، و ستشهد هذه الزيارة الكثير من الاتفاق على الكثير من المشروعات وصورة التعاون المختلفة. دكتور، مصر دولة صاحبة قرار سياسي واحد، طبعا بنتكلم عن العلاقات الدولية والتوازن ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، إنجاز التسمية على الغرار القديم، وده ظهر بوضوح طبعا خلال أزمة روسيا وأوكرانيا ووجهة النظر الأمريكية والروسية الاتجاه نحو الشرق في هذا التوقيت. وكمان حتى كان امبارح السيد رئيس الوزراء نائبا عن أو ممثلا للسيد رئيس الجمهورية في اللجنة الإفريقية المعنية بالوساطة ما بين روسيا وأوكرانيا. التنوع في العلاقات إزاي بيثري الحالة
السياسية الخارجية المصرية، وطبعا بنتكلم في النهاية على دعم الاستثمارات في مصر. يعني بالتأكيد كان هناك أكثر من يعني تأكيد من القيادة السياسية المصرية ومن مصر على أكثر من مستوى أن الاتجاه شرقا لن يكون على حساب يعني الاتجاه غربا، وأن مصر تسعى إلى تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية مع جميع الدول. مصر دولة لا تدخل أو تحرص على ألا تدخل في تحالفات سياسية أو تحالفات عسكرية أو تحالفات أمنية، ومصر أفشلت أكثر من محاولة للخلق محاور أمنية ومحاور عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. مصر ترفض سياسة التحالفات، وبالتالي هي تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية ومصالحها القومية وصيانة أمنها القومي من خلال هذا التوازن في علاقاتها الخارجية، سواء مع الشرق أو مع الغرب أو مع الشمال أو مع الجنوب. مصر سياستها تتسم بالحرص الكبير على تحقيق الأمن والسلم الدوليين والعالميين، باعتبار أن الأمن والسلم هم أساس التنمية وأساس الاستقرار في العالم، وتبذل جهود كبيرة في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهي المنطقة الأكثر اشتعالا والأكثر تأزما في العالم، وتبذل جهود كبيرة لتحقيق يعني الكثير من التوازنات في العالم. لذلك هي سياستها الخارجية تقوم على يعني تقوم على التوازن في العلاقات وعدم الانحياز، وهي السياسة التي تحرص عليها مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، وهي عدم الانحياز وعدم الدخول في تحالفات سياسية أو عسكرية، ولذلك يعني بهدف كل ذلك يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق أقصى معدل ممكن من التنمية التي تحتاج إليها البلاد، وتحقيق طفرات كبيرة في معدل النمو الاقتصادي، بما يساعد مصر على مواجهة الأزمات التي تواجهها بفعل سواء بفعل التأثيرات الدولية والأزمات الدولية المتمثلة في تفشي أزمة كورونا وما تترتب عليها من تبعات اقتصادية، أو بفعل حتى الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك يعني يأتي مساهمة مصر أو مشاركة مصر في الوفد الإفريقي الذي يعني ذهب إلى أوكرانيا وإلى روسيا بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة لما يترتب على هذه الدول الإفريقية من تأثيرات سلبية بالغة نتيجة هذه الحرب، خاصة فيما يتعلق بالسعر الغذائية وضمان عدم تطور الوضع في روسيا وأوكرانيا وعدم اتساع أزمة أو ركعة الحرب، لأن الدول النامية ومن بينها الدول الإفريقية ستكون الأكثر تضررا من أي حرب سواء تنشأ سواء ما بين روسيا أو أوكرانيا أو حتى في آسيا، وهي الدوائر المهمة في السياسة الخارجية المصرية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث والخبير في الشؤون الآسيوية، كنت معنا عبر الهاتف.